السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية وهذه عناوينها. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. السيد عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية بعد فوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية. رئيس الجمهورية يؤكد أنه سيتم إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية تجسيدا للديمقراطية الحقة، ويجدد التزامه بتحقيق الاكتفاء الذاتي التام في القمح الصلب واستحداث 450 ألف منصب شغل وعشرين ألف مؤسسة ناشئة في خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين الدستورية. رئيس الجمهورية يجدد التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة سياسة رفع الأجور وإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة. رئيس الجمهورية يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. رئيس الجمهورية يتوجه إلى قصر الرئاسة بالمرادية ليباشر مهامه رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية. رئيس الجمهورية يأمر الوزير الأول بتأجيل قرار استقالة الحكومة لضمان الدخول الاجتماعي وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. بعد مسار ديمقراطي ودستوري، الجزائر ماضية في استكمال مسيرة البناء الوطني، مسيرة قال فيها الشعب كلمته: نعم لمواصلة الإصلاح العميق الشامل، نعم لتثبيت المكتسبات والنجاحات والإنجازات في كنف الأمن والاستقرار. الجزائر اليوم منتظر. في المستهل وبقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، أدى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أدى اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية بعد فوزه بالأغلبية المطلقة في انتخابات الرئاسة في 7 سبتمبر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولدى وصوله إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر. خص باستقبال رسمي وفقا للمراسم الشرفية المعتمدة. رئيس الجمهورية وبعد تحية العلم الوطني استعرض تشكيلات مختلفة من وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية. We'll be right back.
ليصافح السيد الرئيس مستقبليه من كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية. لتستهل بعد ذلك مراسم التنصيب. سيد رئيس الجمهورية، مراسم التنصيب استهلت إذن بحفل رسمي جرى بحضور جميع الهيئات العليا للأمة والسلطات المدنية والعسكرية للبلاد، فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا. مراسم التنصيب استهلت بحفل رسمي جرى بحضور جميع الهيئات العليا للأمة والسلطات المدنية والعسكرية للبلاد، فضلا عن ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا. مراسم التنصيب استهلت بتلاوة رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج لنص بيان النتائج النهائية التي أفضت إليها انتخابات 7 سبتمبر الجاري. الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: السيد تبون عبد المجيد تحصل على 7,976,291 صوتا، ما يمثل نسبة 84.30. السيد حسن الشريف عبد العالي تحصل على 904,642 صوتا، ما يمثل نسبة 9.56. السيد أوشيش يوسف تحصل على 580,495 صوتا، ما يمثل نسبة 6.14%. وبالنتيجة أعلنت المحكمة الدستورية السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لعهدة ثانية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور. ليؤدي بعدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية وفقا لما تنص عليه المادة 90 من الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وفاءً للتضحيات الكبرى، وفاءً للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم نوفمبر الخالدة، وقيم نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأسعى على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأسعى من أجل مسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للحريات للمواطن، وأعمل بدون هوادة، وأعمل بدون هوادة، من أجل تطور الشعب وازدهاره، من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قوايا، وأسعى بكل قوايا، في سبيل تحقيق المثل العليا، في سبيل تحقيق المثل العليا، للعدالة، للعدالة، والحرية، والحرية، والسلم في العالم، والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. السيد رئيس الجمهورية وبعد أدائه اليمين الدستورية ألقى خطابا بالمناسبة استعرض خلاله رؤيته لمشروع الجزائر المنتصرة الذي رفعه شعار أو رفع شعارا خلال حملته الانتخابية الرئاسية 7 سبتمبر، مؤكدا أنه سيتم خلال العهدة الثانية التي فوضه إياها الشعب الجزائري سيتم رفع سقف الطموحات بكل ثقة وثبات. رئيس الجمهورية تطرق إلى العديد من القضايا التي تشغل الراهن الوطني مؤكدا على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات التي كان قد باشرها خلال عهدته الأولى في كنف جزائر جديدة منتصرة بأبنائها وشبابها. السيد الرئيس توجه في بداية خطابه إلى الشعب الجزائري بأخلص آيات الشكر والتقدير على الثقة التي منحها إياه، مسجلا بارتياح واعتزاز الجو الذي طبع الاستحقاق الرئاسي بالسلاسة والطمأنينة والأمن منذ الإعلان عنه كما حيا الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الهام. وفي هذا اليوم الذي تبدأ فيه على بركة الله عهدتي الثانية رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن أتوجه من خلالكم إلى الشعب الجزائري العظيم صاحب السيادة بأخلص آيات الشكر وأسمى عبارات التقدير، وهو الذي حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية. ولا يفوتني في هذا السياق أن أسجل بارتياح واعتزاز النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن منذ بداية التحضير لها غداة إعلان عن الانتخابات الرئاسية المسبقة. وأحيي هنا الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، كل الأسلاك الأمن. رئيس الجمهورية أكد أن الإنجازات المحققة واضحة ولا يخفيها نكران ولا تدليس، والتي انطلقت مساراتها الاقتصادية والاجتماعية رغم الظروف الاستثنائية. إن الأمانة التي
أستمر في حملها بوفاء لثقة الشعب وإخلاص للوطن. والعهد الثاني الذي يقع مجددا على عاتقي بتفويض وثقة منكم يدعواني في هذه المرحلة لشحذ العزائم وحشد القدرات من أجل تعزيز رصيد الإنجازات والمكاسب التي حققناها في العهدة المنتهية. السيد رئيس الجمهورية أكد أنه سيتم إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية تجسيدا للديمقراطية الحقة. سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، سياسية منها والاقتصادية والشبانية، أن ندخل في حوار وطني مفتوح لنخطط معا المسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة. السيد رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات في مختلف المجالات، مؤكدا أننا سنحقق الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب في 2025. سنصل إن شاء الله في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب إن شاء الله. وسنصل إن شاء الله في سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي بدون أن نستورد ولا قنطار واحد من الشعير والذرة. وسنوسع المساحات المسقية لفلاحتنا بحوالي 1,000,000 هكتار مسقي جديد إن شاء الله. السيد رئيس الجمهورية أكد أيضا أننا سنسعى إلى استحداث 450,000 منصب شغل و20,000 مؤسسة ناشئة مع نهاية العهدة. لقد التزمت وألتزم أمامكم أن في العهدة هذه بمساعدتكم وبعون الله إن شاء الله سأصل إلى إنشاء 450,000 منصب شغل لشبابنا. كذلك بالنسبة للشركات الناشئة للمؤسسات الناشئة للشباب، انطلقنا في 2020 ب200 مؤسسة ناشئة، اليوم رانا في ما يقارب 8,000، وألتزم أن العدد سيصل إلى 20,000 عن نهاية العهد إن شاء الله. وكذا الأمر بالنسبة للمقاول الذاتي. السيد رئيس الجمهورية أكد أن المشاريع الحقيقية التي انطلقت وصلت إلى 9,000 مشروع استثماري حاليا، وستصل إلى 20,000 مشروع استثماري مع نهاية العهد. ثقة الموجودة في البلاد اليوم خلت حاليا مشاريع حقيقية، البعض منها انطلق في الميدان في الإنجاز، والبعض راه ينتظر في العقار الصناعي وينتظر في ربما ظروف أخرى. وصلنا إلى 9,000 مثل ما قلت لكم، 9,000 مشروع استثماري وموجود حاليا، وبعون الله إن شاء الله سنصل إلى 20,000 مشروع استثماري خلال هذه العهدة هذه. رئيس الجمهورية أكد أيضا التزامه بإنجاز 2,000,000 وحدة سكنية جديدة، فيما سيتم رفع منحة السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم. أنا التزمت في الحملة الانتخابية وعاود نلتزم أمامكم أنتم ممثلي الأمة أن في هذا العهد ننجز 2,000,000 سكن، 2 مليون دو لوجمون إن شاء الله، وملتزم بها.
مليونين سكن إن شاء الله بكل صيغ. ونظرا لما عاينته في بوحمامة ويابوس في الونشاريس في الهجار، اليوم نطلعوا المنحة تاع مساعدة بناء الريفي في المناطق الجنوب الأقصى وفي المناطق الجبلية إلى 100 مليون لكل فرد. رئيس الجمهورية جدد التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن مع التحكم في الأسعار ومواصلة سياسة رفع الأجور. التزمت بحماية القدرة الشرائية للمواطن، حماية القدرة الشرائية للمواطن بروافدها الثلاث: أولا محاربة التضخم حتى نصل إلى تضخم لا يفوق 4-4.5% في المرحلة الأولى، تحكم في الأسعار بالأخص المواد الأساسية ورفع العلاوات والأجور مرة أخرى حتى نصل مثل ما توعدت به إلى في نهاية العهدة، قبل نهاية العهدة نصل إلى كون رفعنا الأجور والعلاوات بنسبة 100%. وبعد مراسم أداء اليمين الدستورية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، السيد عبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع ياسل، والسيد يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية. هذا وغادر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قصر الأمم عقب انتهاء مراسم أداء اليمين الدستورية. بعد تحية العلمي الوطني، استعرض السيد رئيس الجمهورية تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي التي أدت له التحية الشرفية. ليتوجه بعدها السيد رئيس الجمهورية إلى مقام الشهيد. وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية، وقرأ فاتحة الكتاب ترحماً على أرواحهم الطاهرة. بعدها تنقل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قصر الرئاسة بالمرادية بالعاصمة ليباشر مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة رئاسية ثانية.
وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري. لا حك قدم لا حك. السيد الرئيس، وبعد تحية العلم الوطني استعرض بمدخل مقر رئاسة الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. ليجد في استقباله مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة الجمهورية والكاتب الخاص لرئيس الجمهورية. ليباشر بعدها السيد رئيس الجمهورية مهامه رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية. بعدها استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول السيد نذير العرباوي الذي قدم استقالة الحكومة، وعلى إثر ذلك أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول بتأجيل القرار ومواصلة العمل لضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان، حيث أكد السيد الرئيس أن هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية بالوضع من الوزراء الحاليين. تفضل السيد رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية. لا يسعني في البداية إلا أن أجدد للسيد رئيس الجمهورية خالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة لولاية جديدة، وأدعو المولى عز وجل أن يوفقه في مهامه السامية ويسدد خطاه لما فيه خير العباد والبلاد ولتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري الأبي من تقدم ورفعة ومناعة. وحظيت استقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية، حيث قدمت لسيادته استقالة الحكومة، وطلب مني السيد الرئيس بمواصلة العمل لأننا مقبلين على دخول اجتماعي، أي دخول مدرسي، دخول جامعي، دخول التكوين المهني، بالإضافة أيضا إلى إعداد مشروع الميزانية. والله ولي التوفيق وشكرا. مرة أخرى يجدد الشعب الثقة في رئيسه بالأغلبية المطلقة ليواصل فيها رئيس الجمهورية المسيرة في طريق شاق انطلق قبل سنوات خمس، فتحت فيها الورشات ورفعت التحديات الداخلية والخارجية. خطاف السنوات الخمس على جميع الأصعدة في هذا البورتري لدلال بوطبة. بعد خمس سنوات ودون استرجاع للأنفاس من معركة لم تهدأ على جبهات الاقتصاد والسياسة ودعم لكل الفئات وتصويب لدبلوماسية البلاد، القدر يلتقي رجاله مرة أخرى. تلك الجماهير التي كانت تنتظره أين محل، شواهد الإنجاز وواقعية الخطاب مهدت الطريق لفوز كاسح للرئيس عبد المجيد تبون بعهدة ثانية. طريق الرجل الذي لم يكن أبدا مفروشا بالورود، فقد تحمل مسؤولية تثبيت أركان الدولة التي كادت أن تقوض في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر.
إرادة الشعب التي يقول دائما عنها بأنها لا تقهر فصلت في استحقاق أجمع فيه المنافس والفائز والخاسر والمتتبع على وصف حملة رئاسيات 2024 بالنظيفة. ثقة منح الغالبية المطلقة من الأصوات للرئيس عبد المجيد تبون افتكها ذاك الاهتمام بكل تفاصيل عيش الجزائريين، فظهرت طريقة تسيير جديدة فضلت أن تعري الواقع وتعالجه بدل المدارات، كما هو الحال مع مناطق الظل، إلى حفظ كرامة جميع الفئات. وفي الواجهة الشباب، منحة البطالة وزيادات في الأجور والمعاشات. كان الإصرار أيضا على مد مسالك الحياة بتوازن في كافة ولايات الوطن التي يعرفها وتعرفه جيدا. فابن مشرية النعامة لوالد ينتمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1969، تدرج في مناصب تسيير الشأن العام كأمين عام في عدة ولايات ووال بأدرار تيارت وتيزي وزو إلى وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية، فوزير للاتصال والثقافة والتجارة والسكن، القطاع الذي جسد فيه برنامجا قويا يمكن الجزائريين من السكن العصري اللائق. 2017 منعرج فاصل في مسار الرجل وما تلته من أحداث كانت تصحح مسار البلاد معه. جرأة وشجاعة تصريحاته عن فصل المال عن السياسة فتحت عليه جبهات عداء من أصحاب المصالح المتغولة، لكن حربه على الفساد استمرت طيلة عهدته الأولى. عاندت الظروف، لكن الرغبة الملحة في تطوير البلاد كانت أكثر عنادا، فأسست الجزائر لاقتصاد حقيقي دعمت فيه الاستثمار الجاد وأعطت الأولوية للإنتاج على الاستيراد، فأصبحت ثالث اقتصاد في إفريقيا وحققت مؤشرات إيجابية بشهادة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية التي كانت إلى وقت غير بعيد تصدر تقارير متشائمة عن اقتصاد الجزائر. صعود بارز للجزائر استقطب فواعل الإقليم وكبار قادة العالم، فعادت الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون إلى محافل الكبار، وبمجرد الإعلان عن فوزه بانتخابات الرئاسة أبدى الشركاء الإقليميون والقاريون وزعماء أقوى الاقتصاديات والدول استعدادهم للتعاون مع الجزائر اقتصاديا وأمنيا أمام ما تقوم به الجزائر بمجلس الأمن لنصرة القضايا العادلة، حيث ثبتت مواقفها في نصرة الحق ووجهت آلتها الدبلوماسية نحو الندية، فانتهجت المرونة والعقلانية حين توازنت المصالح وصعدت الموقف حين قويضت المبادئ بالمصالح. ومهما كانت التجاذبات لم تنحن الجزائر سوى لشهدائها. الرئيس تبون دخل أول مرة قصر المرادية وهو مثقل بهموم الجزائريين، لكنه يدخله اليوم مرة أخرى وهو يحمل أحلامهم بعد بزوغ ملامح تملك فيها الجزائر كل شيء لتكون أفضل. هذا وتتابعون عقب نشرة الثامنة صفحة خاصة حول مراسم أداء رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد المجيد تبون لأمين الدستورية واستلامه لمهامه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية. دوليا، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع اليوم من نيويورك إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين.
اسمها سلطان. خطوات ثابتة تخطوها الجزائر لدعم القضايا التحررية العادلة، على رأسها القضية الفلسطينية، وترافع من المحافل الدولية بضرورة تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. فمن منبر الجمعية العامة يناقش مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه، قرار تدعو الجزائر إلى تأييده بالإجماع. إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم، والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها. لم تقف مساعي الجزائر عند حشد الأصوات فقط، بل عرت جرائم وهمجية محتل صهيوني فاشل يتجاهل القوانين والأعراف الدولية. وهنا أذكر بما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: نحن دعاة السلام العادل نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي. وبكل حزم شدد بن جامع على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية التي تحدد خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة أرضه كاملة. وعلى أرض فلسطين المحتلة، مجزرة جديدة بمخيم البريج وسط قطاع غزة خلفت أزيد من 20 شهيدا ومئات الجرحى، فيما لا يزال عشرات المفقودين عالقين تحت الردوم، والحرب المسعورة للمحتل الصهيوني ضد الفلسطينيين تمتد في مخطط مفضوح إلى محاولة طمس هوية شعب يمتد تاريخه إلى عصور خلت. مراسل تلفزيون الجزائر من غزة وسام بزيد. بين أكوام الركام والخراب والدمار الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا زال هذا المواطن الفلسطيني ينفض غبار الحرب من متحفه الذي يضم مئات القطع الأثرية التاريخية، وحاول أن ينتشلها من بين الأنقاض ليحافظ على تاريخ شعب تمتد جذوره في الأرض منذ عصور خلت. تم استهداف المتاحف ومتحف كما باقي المتاحف 17 متحف في قطاع غزة، كان الهدف عملية طمس آثار وتراث وحقائق ومثبت ودلائل ووقائع في غزة ليتم إزالة ذلك. وبالفعل تم حرق وإزالة المتاحف وما يوثق ذلك. فهو واحد من بين عشرات المتاحف التاريخية التي قصفها الاحتلال وجعلها أثراً بعد عين، لكن الفنان أبى إلا أن ينخر في الصخر ليرسم المواقع الأثرية في غزة التي دمرها المحتل منذ أن بدأ العدوان، لتبقى راسخة في أذهان الأجيال المقبلة ولا يمحوها الزمن ويحافظ على إرثهم التاريخي. ومن الحفاظ على الماضي إلى الحاضر، حاول الفنان بأنامله أن يجسد عبر لوحة صخرية كل ما يجري مع الشعب الفلسطيني من مجازر بحق الأبرياء بالنحت على الصخر، بدءا من القصف بالدبابات والطائرات وصولا إلى نزوح آلاف الفلسطينيين ومعاناتهم في الخيام. خطر ببالي أن أقوم بعملية نحت على الصخر لما يحدث في غزة أثناء الحرب لإثبات ما كان يحصل لنا من إبادة وقتل وتهجير، وكيف ذلك ليكون طبعا هو في المستقبل شيء عينا ومجسم يراه أولادنا وأحفادنا والعالم أجمع ما الذي يحدث كان يحدث لنا في غزة. فقصف الأماكن الأثرية هي من خبايا حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني لطمس هويته الوطنية، وهو ما رفضه الفلسطينيون على مدار أكثر من 75 عاما من الاحتلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى أخبار الرياضة، ومن أجل تحكيم أكثر نزاهة خلال المباريات الكروية، تم اعتماد الفيديو أو تقنية حكم الفيديو المساعد الفار في مباريات بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الموسم، والانطلاق بعد غد الخميس بمناسبة إجراء الجولة الأولى. التفاصيل مع أحمد سويلح. بالقرية المتوسطية بوهران اجتمع حكام النخبة في تربص خاص بتقنية حكم الفيديو المساعد
الذي سيسجل حضوره لأول مرة في البطولة الوطنية، ملتقى عرف مشاركة عديد الخبراء لضمان أقصى درجات الكفاءة في استخدام الفار قبل إعطاء صافرة انطلاق مواجهات البطولة. الآن تطرحوا السؤال، هل كاين كونتاكت وشكون هو المسؤول عليه؟ إذا في رأي أي واحد يعني هذا الكونتاكت هذول الكونسيكونس تاعها يعني ما يقدرش يستحوذ على الكرة، في هذه الحالة الأربيت نزل لجوج يكون بلا يستأنف بركلة الموضوع. تقول له بوسيبل بينالتي. أه بيان. يقول نعد له البينالتي. يجي يرى وعد التيراج. صح. يهز نقول له بصح يكون في أي بي بي. ترى بيان. نرد له نعطيه المادة طاكو. ترى بيان. هنا يولي بالديسيزيون تاعه هو يدير فوط الديفونسير. المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري الشريك الرسمي لاتحاد الكرة الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدور الجزائري سخرت بدورها كل الإمكانيات لضمان نجاح التجربة. نحاولوا باش ننتقلوا هذه التقنية مع الـ مع الـ مع الحكام تاعنا. دونك سي تاني سي بور اجوردي اي ان شاء الله سا كومونس jeudi prochain par jeudi ou vendredi prochain par le premier match avec VAR ان شاء الله. استخدام تقنية الحكم المساعد من شأنه حتما ان يرفع مستوى البطولة الوطنية ويساهم في تطويرها بشكل افضل مستقبلا. نبقى مع الرياضة وبها نختم، حيث أكد رئيس الوفد الجزائري المشارك في الألعاب البارالمبية الأخيرة بباريس أكد أن المشاركة الجزائرية تعد من بين الأفضل في تاريخ المشاركات، منوها بضرورة الاهتمام بهذه الفئة من أجل نتائج أفضل مستقبلا. هذا فيما أكد الرياضيون المتوجون من جهتهم أن رفع العلم الوطني في سماء باريس إنجاز ذو طعم خاص. بالنسبة لي المهمة في حد ذاتها يعني قبل ما نتكلم عن النتائج pour nous c'est un grand succès mission réalisée à 100% هذا فخر لنا وفخر الجزائر. أما فيما يخص المشاركة يعني التقنية يعني كلكم تابعتوا يعني المشاركة تاعنا وربما نقول إنجاز كبير اللي حقوا الرياضيين تاعنا ما كان سهل يعني خاصة أن كانت يعني وعود من طرف الرياضيين تاعنا لرفع العلم الجزائري في باريس والحمد لله يعني الرياضيين وعدوا ووفوا هذا يعني من هذا المنبر نقدم لهم كل يعني تهانينا الخالصة. شوفي من جهة الوزارة ومن جهة لافيديراسيون دونك احنا كان عندنا كارت بلونش دونك انا بيرسونيلمون البروغرام اللي قدمه المدرب تاعي مشينا عليه كما يقول هو على 95-96% حتى ولو بعض النقائص هذوك نورمال شيء عادية لكن على العموم كان عندنا كارت بلونش دونك كارت بلونش على قد ما يروح راسك راك اوكي. تاعي انا تمثل الجزائر هذه حاجه ما راهيش سهله وتشوف العلم تاع بلادك يطلع في فرنسا صافي حاجه حلم كنت نستنى انا ملي كنت صغير والحمد لله وفقنا ربي بالخدمه والتعب والجهد ماشي غير تاعي الجهد تاع المدربه تاعي مونيا كركار ولا لاجوان تاعها ولا الفريق اللي كنت ندرب فيهم بارك الله فيهم. بعد مشوار كبير من التدريب بالك ما يعرفوش بزاف ناس كنا ندربوا صباح وحشيه مجهودات كبيره نعاني بعد على العائله تاعنا فيها بزاف مشاكل مع لي بليسير مع فيها بزاف مشاكل نعاني بها الحمد لله توفقنا وجبنا لي ميداي طلعنا العلم. عشرتنا تمت مشاهدينا، بقي ان نذكر بعناوينها. اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية بعد فوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية. رئيس الجمهورية يؤكد أنه سيتم إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية تجسيدا للديمقراطية الحقة.
ويجدد التزامه بتحقيق الاكتفاء الذاتي التام في القمح الصلب واستحداث 450 ألف منصب شغل وعشرين ألف مؤسسة ناشئة في خطاب ألقاه بعد أداء اليمين الدستورية. رئيس الجمهورية يجدد التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة سياسة رفع الأجور وإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة. رئيس الجمهورية يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. رئيس الجمهورية يتوجه إلى قصر الرئاسة بالمرادية يباشر مهامه رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية. رئيس الجمهورية يأمر الوزير الأول بتأجيل قرار استقالة الحكومة لضمان الدخول الاجتماعي وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025. شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة، تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان في خدمتكم، سلام الله عليكم.